بسم الله الرحمن الرحيم. شفنا في الدرس السابق كيف أننا نستخدم اللوب حتى أننا نعبي الأري بمجموعة قيم، وعبينا الأري اللي قدامنا هذه بالقيم، الإلمنتس اللي في الأري عبيناهم بالقيم 1 و2 و3 صفر و1 و2 و3 باستخدام اللوب اللي قدامنا. طيب في الدرس هذا راح أبغى أعطيك إكسرسايز وراح أحل الإكسرسايز هذا، بس أرجو أنك مهم جدا انك تحل الاكسرسايز هذا، في فكره مهمه جدا في الاريز وراح نشوفها تتكرر فيما بعد، يعني ان شاء الله مهمه جدا الفكره هذه. طيب وش المطلوب منك في الاكسرسايز؟ اللي اطلبه منك انك هنا زين ابغى انك تعبي الاري، خلني اعبي الاري الان، ابغاك انك باستخدام اللوب هذه وبتعديل بسيط في اللوب هذه ابغاك تعبي الاري بالقيم التاليه 1 3 5 7. إذا تذكر قبل كنا قلنا 0 1 2 3، سهلة جدا كنا نعبيها بالآي فكنا 0 1 2 3، الآن أبغاك تعبيها بواحد 3 5 7. لكن كيف أبغاك تسوي شيء هذا؟ أبغاك تحاول إنك تسوي العملية هذه بحيث إنك تعدل على الجزء هذا. زين عندك هنا الأسايمنت ستيتمنت، الجزء هذا راح يكون ثابت مضبوط، إنه numbers of i gets هذا الجزء ثابت. زين الجزء اللوب هذا ايضا ثابت ما راح يتغير، الجزء الوحيد اللي راح يتغير هو خليني احط لك باللون الاصفر او يمكن اللون الاصفر ما يبين لكن باللون البرتقالي، هذا هو الجزء هذا. زين ابغاك تشيل لي الجزء هذا وتضع بداله حاجه ثانيه زين تستخدم فيها الاي اللي هو الاندكس اللي عندنا او العداد حق اللوب هذا اللي استخدمناه كاندكس، ابغاك ايضا تستخدمه حتى انه يعطيك فاليوز زي هذه. طبعا ما ابغاك تستخدم الاي نفسه، ابغاك تستخدمه في عمليه معينه، عمليه حسابيه معينه بحيث انها تعطيك الفاليوز 1 و3 و5 و7. ارجو انك توقف الفيديو تحاول انك تحل المثال هذا وبعد كذا ترجع تشوف الحل اللي انا راح اقدمه لك. طيب هذا هو هذه هي الفكرة الحل. طبعا فكرة سهلة، الفكرة هنا انه في كل مرة يدور فيها اللوب، فالفكرة هنا اننا غيرنا استغلينا الاندكس الموجود عندنا، استغلينا الاندكس اللي موجود عندنا حتى اننا حتى نقوم بعملية تعبية البيانات اللي موجودة عندي. فعندي هنا في الجزء هذا زين ايش قلت انا؟ قلت انه في كل مرة تدور فيها اللوب مضبوط راح اخذ قيمة الاي واضربها في 2 زائدا 1، من خلال هذه راح اضع القيم اللي موجودة. خلينا نشوف تجربة، يعني خلنا نبدا اول شيء بقيمة الاي بصفر، اول ما تبدا اللوب قيمة الاي بصفر، فنقول numbers of 0 اللي هو الجزء هذا يساوي 0 في 2 زائدا 1، فراح يعطيني هنا 1. زين تدور اللوب ثانية تطلع لي الاي بواحد، تكون الاي عندي هنا بواحد، فنقول هنا numbers of 1 اللي هو هذا زين تساوي 1 في 2 زائدا 1 اللي هي 2 زائدا 1 فتكون 3. مرة ثانية تدور اللوب راح تكون الاي باثنين، فنقول 2 في 2 4 زائدا 1 5، وطبعا numbers of 2 زين. ثم المرة الأخيرة راح تدور راح نزيد الاي بواحد فتكون 3، فنقول numbers of 3 اللي هو هذه numbers of 3 هذه راح تكون قيمتها 3 في 2 6 زائدا 1 7. اذا لاحظ ان استغلينا الاي كاندكس زين، استغلينا الاي كاندكس للعنصر هنا حتى ناخذ ترتيب العناصر ونضع فيها قيم، بنفس الوقت استخدمنا الاي حتى نولد القيم
نفسها. ولكن طبعا لاننا نبغى ما نبغى نولد القيم 0 و 1 2، يعني مي بسيطه اللي هنا عمليه، يعني مي نفس العمليه السابقه بسيطه جدا، هنا يعني فيها شوي يعني فكره. فاستخدمنا الاكسبريشن هذا اللي ولدنا القيم 1 3 5 7. ارجو انك تفهم الفكره هذه بشكل جيد، ان الاي كيف نتلعب في الاي هذه حتى نولد قيم مختلفه وما نمشي بترتيب يعني هو الكاونتر راح يمشي لنا 0 1 2 3، لكن احنا نبغى نولد قيم فيه القيم هذه متتابعه زين، تفصل بينها مسافات ثابته، يعني معنى ان القيم جايتك 1 3 5 7 9 كذا يعني متتابعه، تفصل بينها قيمه ثابته 2 كل شوي 2 كل شوي نزيد 2 مضبوط. فاستقلينا الكاونتر باستخدام اكسبريشن حتى نولد قيم بالطريقه هذه. طبعا هذا مهم جدا ان شاء الله فيما بعد ان شاء الله لما ندرس لما نشوف كيف ان نستخدم تو اريز في نفس البرنامج، اذا كان خصوصا اذا كانت الاريز من لها احجام مختلفه ونبغى ندور عليها في لوب معينه. فان شاء الله نشوف كيف يعني كيف نتلعب بالكاونترز حتى اننا نحدد في المره هذيك نحدد الانديسيز حقه الاري وليس القيم اللي راح نضعها في الاري. بس انا حبيت اعطيك الاكسرسايز هذا كمقدمه بس عشان يعني يعني شوي يعني يعطيك فكره يعني بسيطه، وشوفها ان شاء الله فيما بعد في درس من الدروس القادمه.